واش وثاقه الدار الوطويه قياده سيدي محمد احمر عملت القنيطره. عندي واحد المشكل رات عندي تيتر داوها لي عقار الى الدوله. المشكل تعقيد دولي ستات الخدام التراموا عليهم من 2012 وانا كندعي عييت عدد الشكايات تقدمت بهم الجهات المختصه ودابا كيتعرضوا لي على البلاد ديالي. ما خلاوني نهز على كريدي قرض فلاحي من الكريدي. دابا ما كيتعرضوا لي محضر معينه والسجون الانتقال العلم مكان موقف قضائي. هذا مسمى هابو سلام غريمه هو من 2012 ودا لي ستات الخدامه كاينينش هو غير مصيب تولوت داخل معايا في هذيك المحافظه. مع عبد السلام الشاوي خو الوالد ديالي كيتعاون هو بو سلام غريمه وعندهم الاولاد بزاف وعندها الحميه بزاف. دابا كيتعرضوا ليا نهار الحد وقعت لي واحد الواقعه كارثه. مشيت هيا وجهت شكايه للرئاسه الديانه العامه هذه توقعت لنا رحت مشيت ديال صاحب الجراري حرق لي الارض. مشاو تعرضوا ليا وخرجوا ليا من القصب وجبدوا واحد عبد السلام مشاو البندقيه وهذاك جبد البندقيه والاخرين كيهزوا الشواقر والزوابر كيحفروا القبر وسط القصب كيقول لي عنقتلك وعنجربوا كل القصب. بقيت نعيط عاد هو عباد الله والفلاحه دخلوا بقى يجروني وركبوني في صاحب الجرار وهربني جابني للدار. ما نفعنيش هذيك النهار كرتني صار كنصفوها ليا. دابا الارض من هذه عامين وانا ما كنحرقتها لا والو كريدي قرض فلاحي باقي كيسالني الرهن. دابا عييت بالشكايات كتوجه الرئاسة النيابة العامة وتوجه لوزارة العدل وكيتحالوا على السيد الوكيل الملك. دار السوق الأربعاء ما كاين حتى فايدة فيها كيشدو كيعاد الأمر ودارك باش ينتقل معايا العين مكان ما كيمكنش ينتقل معايا. وهذاك الآخر معايا في المحافظة كيتعرض ليا دائما وترامى على سد الخدمة داهم ليا. من كيجي المحكمة كينكر أمام جدرمية كينكر كيقول ما أنا ماشي جارو وهو من كيمشي للأرض كيقول لها أرضي حدا أرضك. ودابا قول لي قلتي كيهز عليا كيهزك ويبغي يقتلوني. دابا راه معايا يقتلوني عييت بالصريح بالقتل كنصرح للوكيل الملك وصرحت عييت ما نصرح انا لهاد الناس. راه معايا يقتلوني كنقول لهم ردوا لي ارضي تيتر دوها ليا ماشي عام ماشي مطلق. ها الشهادات المحافظه وها البلانات وها الوريقات كاملا هاش البلان صغير ها البلان كبير باش عبر لي الكاداس ديال والدي اللي نعك نوب عليه النيابات عليه. انا اللي كنت كريدي قرض بها اني مسؤول على هذه الارض وهو دابا الوالد ديالي عيان ودابا كيدعموه. دابا الوالد فيه تنضربوه ثاني كانوا قتلوه. دابا راه باقي الان كيعاني كندير السبيطار كيعاني من ديك الضربه ديال الراس كانوا قتلوه يعني الناس اللي في كول فلاحه كانوا قتلوه حتى هو. دابا هما كيعانيو من الارض دولي انا دولي تيتر ها هو شهاده المحافظه سوق الاربعاء. عييت انا ما نجري هادشي الناس ما كاين حتى اجري ديال عييت ما نجري. انا كنجي الرئاسه كنجي لوزاره العدل كيتحال ما كاين حتى فايده في هادشي. عييت من جرا انا جبت الشكايات حطيت وحطيت الذاكير ونسس على السلطه القضائيه والو. جاني بالحد نهار هذا الحد اللي داز نهار 13 مشيت مع التاسعه صباحا وصلت صاحب الجرار قلت له عاود حطي لي الارض ديالي باش نقلبوها باش نزرع زرع. وصلت لها مع السعد او ما يخرجوا من القصب. القصب فيه طول فيه شي 4 متر هو خرجوا لي هذاك عبد السلام الشاوي جبد البندقيه وعيط يري فيا. والفلاحه بقيت نعيط عاد هو عباد الله درت عمو المتربس بقيت درك بقيت نتخبى عليه هو يجي يخرجوا الفلاحه بقى يجيو كجار كيجروا بعدهم البندق عبد السلام غري هذاك بوسام غري ما تنجب البندقيه ها كيقولوا نتيروا ندفنوه في القصب ونزيدوا بحالنا باش نهنوا من قال على الارض ديالو. هادشي راه وقع لي على الارض وتحمل لي كري ثاني واحد المشكل ثاني اختو بقى يكري وهي نيت خت بوا شقيق اختو وشهدت بازور ادت واحد الشهاده كاريه الارض في دار الضوية كتقولوا ها الكونترا هذا كتقولوا انا كنفلح الارض. شهدت فيا زور امام المحكمة السينا في القنيطرة راه كنعاني من هالشهادة الزور كان واش هي الكاذبة. عييت من قدمت هذه الشكاية من واش هي الكاذبة ورئاسة نيابة عامة وزارة العدل راه كيعس كيسقطوا الوكيل الملك ديال السوق الاربعاء. انا تخسر ارضي ترجع ليا من هاد الناس ياخذوا ناخذ الحق ديالي من هاد الناس. راه تعدوا عليا رانا من 2012 وانا كنشكي راه شي 160 شكاية اللي تقدمت فيها ما كاين حتى فايدة فيها. عييت من الجارع المحاكم كلها درت عليها هذا الرباط. كانوا تعرضوا لي 2018 نهار 24 شهر 4 مشيت زرعت النواره هاي عبد المحضر زرعت النواره عباد الشمس اجل هذا ابو سلام غريمو وعبد السلام الشاوي ثاني تعرضوا لي بالزبابر والشواقر ثاني كان ثاني عصا اللي حقه يفكوا كيجروا ثاني مول التراكتور جرني وهربني. راه شهد امام الدرك الملكي وراه كيسيدعوا رئيس المحكمه السوق ديال الربعه راه دابا كيعورطوا وكيحلفوا لي على الشهاده غادي نقتلوه. كيقولوا لا مشيتي شهدتي قلت الحقيقه عبد راسك راك ثاني ميت ما تشهديلوش. كيقول له الشهاده راه شهاده فهاد تيترنيت
واحد عيت من جري عب وحدي هاش ها محضر معينة وها الأرض في الجهة تو مصورة مفاطة رائد ها هي صورة بحث السيد ومشيقة العلم كان من رئيس المحكمة وكرفاد هو رئيس المحكمة السوق دار مع كرفاد اللي هو طالبات اللي نقدموا منه كرفاد اللي هو خب الحجاج ديالي تيتر ديالي كرفاد هما زاد الظلم ديالهم كبير علي بزاف هما معاونين عليا هما شي 15 خلق اللي معاونين عليا هما جوج مر اللي كيمولوا هذوك كيحركوا هما هذوك بحال الرئيس كيحرك العصابه هذوك عبد السلام الشاوب وصنغريم هما اللي كيديروا هذه اللعب معاونين بولادهم بكل شيء يجمعوا عليا في الدار ثاني في دار بالضاويه حيت هذا المسمع عبد السلام الشاوي عادوا دار حدايا ثاني كيتهجموا عليا في الليل دابا كنخوي المكان لا ما خويش المكان يضربوا عليا شي ليله وعاد يعقتلوني ثاني الا دخلت بحالك في الليل وجيتني يعني جات الدار باش نعس تما ما عايش يعقتلوني عاد غديو لي حيت دار وحده داري كيبقى حاضرني كيقعد عب تليفونات كيقول راه جاي راه جاي راه جاي التليفون كيقعد يعيطوا بعدا تم كيجيو باش يتصلوا ليا في الليل عقتلوني انا عييت ما نجري في هادشي ما كاين حتى حاجه في هذا في هذا الهضره حق في هذا الحق ديالي وعطوني في هذا الشيء عطوني الحق ديال الناس يبعدوني باش نشد الارض ديالي الارض راه قد في حكي السنه راه عييت ما نجري وما كاين والو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا